انقضت المهلة الدستورية ولم يتمكن البرلمان العراقي من انتخاب رئيس جديد للبلاد. جميع الكتل البرلمانية الرئيسية أعلنت مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس لعدم وجود توافق حول اسم المرشح. عدم الحضور أخلى بالنصاب القانوني لعقد الجلسة المحدد من المحكمة الاتحادية بثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 220 نائباً. نطالب الكتل السياسية بالإسراع في أن تكون هناك توافقات سياسية من شأنها الإسراع في تشكيل الحكومة بشقها رئاسة الجمهورية والكابينة الوزارية. وبسبب حالة الانسداد هذه وتجاوز المهل الدستورية، قررت هيئة رئاسة البرلمان إعادة فتح الترشيح لمنصب الرئيس رغم وجود عدد كبير من المرشحين للمنصب. القرار أبقى على نفس الوضع والانقسامات. هذا القرار بفتح التصويت المجدد وهو قرار يصطدم بالمواد الدستورية ويصطدم بالقانون رقم 8، فهو قرار إداري أكثر مما هو دستوري وقانوني. هو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية لأنه من اختصاصات المحكمة الاتحادية وفق المادة 93. حالة الاحتدام السياسي وعدم توافق الأطراف على مرشح بعينه خلق أزمة جديدة لا سيما بين الحزبين الكرديين اللذين لم يتفقا، علما أن منصب الرئيس في العراق من حصة المكون الكردي. الاتحاد الوطني الكردستاني ومن معه متمسكون بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح، بينما يصر الديمقراطي الكردستاني وحلفاؤه على ترشيح هوشيار الزيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق، وهو الذي أوقفت المحكمة الاتحادية ترشحه على خلفية اتهامات متعلقة بفساد مالي وإداري. تتسع فجوة الخلاف وتتضح ملامح الصراع أكثر في المشهد السياسي العراقي، ومع تدخل أطراف إقليمية على خط الأزمة يبقى الحل وفي رأي كثيرين مرهوناً باستئناف الحوار المعطل بين القوى السياسية الفاعلة أو بتدخل جديد من المحكمة الاتحادية. ستير حكيم، الجزيرة، بغداد.